أما هجرة العامل فإن العامل قد تجب هجرته أحيانا. قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة. والمصلحة والفائدة أنه إذا هجر عرف قدر نفسه ورجع عن معصية. مثال ذلك: رجل معروف بالغش في البيع والشراء فيهجره الناس، فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم. ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه، فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه. ورجل ثالث وهو أعظمه لا يصلي، فهذا مرتد كافر والعياذ بالله، يجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ولا يسلم عليه ولا تجاب دعوته، حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك. أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال، أفاد أم لم يفد. لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمين بهجرهم، لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما، انتفعوا ولجأوا إلى الله، وضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وأيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتابوا وتاب الله عليهم.